وارد في هذا. على كل الأسماء متعددة، منها سورة الصلاة، نعم، ومنها سورة الحمد من هذه الأسماء، لأن أولها الحمد لله رب العالمين، ومن هذه الأسماء أنها الرقية، من أسماء هذه السورة أنها الرقية، وذلك لما ورد من أن بعض الصحابة كانوا يسيرون في مسرا لهم، وإذا بجارية تجد هذا الجمع من الصحابة، فتوجهت هذه الجارية إلى هذا الجمع من الصحابة ونظرت فيهم، ويبدو بأن الجارية كانت متفرسة واعية، وإذا بها تقول: هل منكم من راق يحسن الرقية؟ البنت سألت هذا السؤال جارية: هل منكم من راق؟ سبحان الله العظيم، إذن كأن البنت الجارية هذه تعرف الرقية وتعرف معناها وتعرف الله سبحان الله. إذن البنت واعية، ولهذا سألت عن إيه؟ هل منكم من راق؟ لولا أنها تعرف الرقية وتعرف حقيقتها وتعرف شأنها ما سألت هذا السؤال وقالت: هل منكم من راق؟ حينما سألت هذا السؤال وقف هذا الجمع، وتقدم أحدهم وقال لها: بنيتي، تسألين عن راق؟ قالت: نعم، إن سيد الحي سليم. قالوا: يعني لديغ، لدغته عقرب، والآن قعيد لا يتحرك منذ زمن بعيد، فهل منكم من راق؟ والله يا أحبابي أرى عجبا في هذا الأمر، يعجب له الإنسان كل العجب. البنت تسأل فتقول: هل منكم من راق؟ وتقول لهم: إن سيد الحي لديغ، لدغته العقرب. إيه علاقة الرقية بالعقرب الذي لدغ هذا الإنسان؟ العقرب لدغ فنفث سمومه في بدن هذا الإنسان. إيه علاقة الرقية بهذا السم الذي نفسته العقرب في بدن هذا الإنسان؟ لكن سبحان الله العظيم، هل منكم من راق؟ تقدم أحد الصحابة حينما سألت هذه الجارية هذا السؤال، وذهب إلى هذا اللديغ وجلس بجواره. ماذا صنع هذا الصحابي؟ قرأ سورة الفاتحة، نعم، قرأ سورة الفاتحة. وما إن قرأ سورة الفاتحة على هذا اللديغ إلا وقد قام كأنه حل من عقال، كأنه كان مقيد بالحبل المربوط، ثم قام نشيطا طيئا. سبحان الله العظيم، الناس من انبهارهم من هذا الذي قد حدث، الله، سيد الحي قام بعد أن كان قعيدا لديغا لا يتحرك منذ زمن بعيد، ما هذا؟ فوجئ القوم بهذا، وإذا بهم من انبهارهم ومن شدة عجبهم يفتحون مكان يجمع الأغنام وحظيرة كبيرة، وإذا بهم يأتون بثلاثين شاة فيسوقونها إلى هؤلاء الصحابة: هذا لكم، هذا هدية نهديكم إياها. ماذا صنعوا أمام هذه الهدية الضخمة الكبيرة؟ وإذا بهذا الجمع من الصحابة يعني يقول: ماذا صنعنا؟ يعني تقدم أحدهم وقال لهذا الذي قرأ سورة الفاتحة: هل كنت تحسن الرقية؟ قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما صنعت شيء أكثر من أننا قرأت سورة الفاتحة. سبحان الله العظيم، إلا أنهم أجمعوا أمرهم على أن يذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرضوا عليه الأمر أولا في هذا الذي قد أعطي لهم،
هل هو حلال؟ هل هو يشوبه شائبة من عدم الحل؟ ذهبوا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحينما ذهبوا إليه عرضوا عليه الأمر، فسأله الرسول عليه الصلاة وماذا صنع؟ قال له: والله يا رسول الله لا شيء أكثر من أني قرأت سورة الفاتحة ليس إلا. وإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: وما يدريك أنها الرقية، هذه هي الرقية، سورة الفاتحة هي الرقية. نعم، سبحان الله العظيم، يعني يا رسول الله أنا رقيت بها. نعم، هي الرقية، ولهذا تسمى كذلك بسورة إيه؟ الرقية. لكن سيدنا شوف العجب العجاب بعد هذا، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعدما بين لهم أن سورة الفاتحة يرخ، وأن الله تبارك وتعالى قد منح هذا اللذيذ الصحة والعافية بما رقاه من آيات سورة الفاتحة، قال لهم: اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. فسألت نفسي، قلت في هذا السؤال: سيدي يا رسول الله قلت لهؤلاء اقسموا، يعني قسموها فيما بينكم، واضربوا لي بسهم معكم. يا رسول الله، أنت قلت اضربوا لي بسهم، ليه؟ إيه الغاية من أن تشاركهم يا رسول الله؟ الغاية في هذا أن يبين سيدنا رسول الله أن هذا الذي أعطي لهم في غاية الحل ولا شبهة فيه أبدا، بدليل أنني أشارككم في هذا القسم، هذه القسمة. هل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من الحلال الخالص؟ اسمع، وهناك أمر آخر عجب. هذا الذي قدم لهم، هل كان على سبيل الهدية ولا على سبيل التصدق؟ كان صدقة ولا هدية؟ كان هدية. انتبه، الله يرضى عنك، كان هدية ولم يكن على سبيل الصدقة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات، إنما من الممكن أن يأكل من الهبات والهدي. واضح الكلام يا أحبابي؟ المهم أن سورة الفاتحة لها أسماء متعددة ومتعددة غير هذه الأسماء التي ذكرها الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى. ولكني قبل أن أبرح اسم الرقية أو تسميتها بالرقية، صحابي هذا قرأ سورة الفاتحة، ترى هل مجرد القراءة التي يقرأها الإنسان هي التي تحقق الشفاء، أم أن وراء القراءة الشافي وهو الله؟ لا يا سيدي، ده القراءة مجرد سبب، ووراء السبب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يحقق الشفاء إلا بمقدار صدق الذي يقوم بهذه الرقية، مقدار الصدق، مقدار الإيمان، مقدار الطاعة لله، يحقق الله تبارك وتعالى الخير كل الخير لمن يتقدم بهذه الرقية، بالرقية بسورة الفاتحة. الله تبارك وتعالى يحقق الشفاء لا بمجرد القراءة. فكم منا من يقرأ سورة الفاتحة ولا يتحقق؟ ليه؟ لأن القضية قضية صدق وإخلاص وطاعة لله رب العالمين. إذن
لا يمكن أبدا أن يحقق الله شفاء بمجرد القراءة، وإنما يحقق الله الشفاء بمين؟ بصدق من يقوم بهذه القراءة ويرقي بهذه الآيات، يرقي بها المريض، يرقي بها الإنسان المعتل. ولكني هنا سبحان الله العظيم أقف وقفة أخرى، أقول سبحان الله، العقرب نفثت سمها وسار السم في بدن هذا الإنسان، سبحان الله. طب إيه علاقة القرآن بهذا السم؟ إيه علاقة القرآن قراءة الآيات بهذا السم؟ سبحان الله العظيم. قلت يا أحبابي القراءة ذاتها ليست هي السبب، إنما وراء السبب مين؟ مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فمسبب الأسباب سبحانه يجعل الشفاء فيما يقرأ الإنسان بصدق الإخلاص كما قلت. أحبابي الأعزاء، فعلينا فعلا بالصدق وبغاية الطاعة لله رب العالمين، حتى إذا ما تقدم الإنسان منا بالرقية لمريض يتحقق الشفاء بإذن الله تعالى وأمره. وعلى ذلك السورة لها أسماء متعددة. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله